ناس بتدوق يا بنات، انا بشوف ناس بتعمل حركه غريبه، انا زعلانه منكم قوي على فكره. في السوبر ماركت بيبقى حاطين المخللات، مكسرات، حاجات من دي، توابل، فتبص تلاقي بيمدوا ايدهم ياخدوا ويدوقوا ويبقى ياخدوا، عيب. لا ده بقى كمان ده في نقطه ثانيه، عيب بقى. مهم جدا ان احنا تبقى ايدينا اصلا اللي هتتحط في الماده الغذائيه دي تكون نظيفه. لا وانا ممكن اشترينا السمك وبعد ما اشترينا السمك والفراخ وبقى البكتيريا في ايدينا نروح حاطين، يعني برضه عشان انت قاعده والسوبر ماركت نفسه يحط لك الجبنه عشان تدوقيها ومفيش جنبها عيش. طب ينفع كده؟ لا ما ينفعش. الطماطم والمخلل عشان تبقى الوجبه مكتمله. اخر حاجه بس او يمكن في حاجه ثانيه بس سؤال. لو انت كده يعني بصفه اخويه وبصفتك المهنيه والرقابيه هتقولي لنا اطمنوا مثلا اكتر وانتم كامهات بتشتروا لكذا، وحاولوا تخفوا من منتجات مش اسماء شركات، يعني الجبن المعلبة كان دايما يخوفونا منها. لا هقول لحضرتك على حاجه، خلينا نتفق بقى ان احنا دلوقتي مش هنخاف من منتج باسمه وكده، احنا هنخاف من المنتج مجهول المصدر. خلينا نتفق. المنتجات احنا عندنا يا اما منتج فاسد بالفحص الظاهري وعليه ستيكر بتاع الانتاج والتاريخ والحاجات دي بالظبط، فعشان كده احنا عملنا القايمه البيضاء دي علشان كمان نقول للناس ان دي الشركات اللي لها وجود، لان احنا احيانا بيبقى في منتج وعليه اسم شركه، وبرده معلش وضع الشركه نفسه ساعات بيخوف. يعني مثلا اقول لك ايه شركه في مدينه كذا، لا فين العنوان تفصيلا؟ ما هو دي برده معلومه مهمه جدا، ارجع لها ازاي لو في مشكله الاقيها فين، في خط شكاوى اصلا للشركه ولا لا؟ ما دي برده نقطه مهمه، لان المفروض الشركات بتبقى مهمة عامله بالظبط، لان الشركه ممكن تبقى هي نفسها مش واخده بالها ان عندها مشكله. فلان احنا كمان لما بنيجي نتحقق من الشكاوى بنشوف هل فعلا المنشاه دي عندها سجل شكاوى ومسجله الشكوى دي واتعاملت معاها ازاي، لان ده جزء مهم. دكتوره بس ما احنا دلوقتي بنتكلم على اساس المنشات او المحلات او السوبر ماركت الموجوده على ارض الواقع، الاونلاين بقى اللي ليها صفحات على الفيسبوك وبتبيع منتجات وبتروج ليها وبتسوق ليها. حلو قوي. ايه بقى؟ نناشد الساده المواطنين كلهم والمستهلكين بلاش نشتري اكل من مكان احنا مش عارفينه ولا شفناه ولا لبس، عشان بيطلع كله غلط. الغذاء هنا ساعات بتطلبي كمان اللي هي الموضه بقى، ان هو موتوسيكل مش عارفه ايه بيجيب لك خدمه، فيروح يجيب لك حاجه انت ما شفتيهاش برده بعينك. هي دي المشكله. مهم نشوف التيكت والتاريخ الاصدار والشكاوى بتاعه بالظبط المنتج. مهم جدا كمان علشان موضوع ان احنا مسؤوليتنا كمستهلكين، ان احنا واحنا نفسنا بنشتري الاكل مش احنا اللي بوظناه بقى، ما نفتحش التلاجة ونطلع الاكل وبعدين نروح سايبينه على الرف، طب ما هو برده كده احنا بوظناه بالظبط.